يعني أهم ما تحويه هذه الجمعية، إحنا عايزين بس حضرتك تدينا فكرة عن نمرة واحد الخرائط القديمة. عندنا في حوالي 12500 خريطة، 12500 خريطة على الكمبيوتر. عندنا حوالي 400 أطلس، عندنا أعداد كتيرة تانية من الخرائط اللوحات الموجودة. عندنا خريطة الحملة الفرنسية كل كاملة، عندنا أول خريطة للعالم تعملها إدريسي 1153 الأصلية، لا اللي هي صورة الأصلية، الأصلية في العراق، أرجو أنها تكون لسه موجودة. الخريطة الموجودة دي أول خريطة للعالم معروف، قعد يشتغل عليها إدريسي 15 سنة في بلاط الملك روجرز بتاع الصقلية، وعملها على قرص ذهب ومستطيل فضي، تعتبر أقدم جماعية، أقدم خريطة للعالم معروف آنذاك، قعد يشتغل 15 سنة وتعتبر دقيقة جدا لحد دلوقتي. ماذا أيضا؟ يوجد عندنا ماذا عن كتاب وصف مصر؟ وصف مصر موجود عندنا الحملة الفرنسية كاملة، الأطلس والمطبوعات ديسكريبت زيبت وصف مصر، كل كتابات وصف مصر موجودة، عندنا نسختين منهم على فكرة المناسبة، وعندنا أطلس في إيجيبت لعمل الملك أحمد فؤاد. أطلس في إيجيبت ده عمل إيه؟ وده أطلس الوحيد منذ الحملة الفرنسية. الملك أحمد فؤاد عمل إيه؟ سنة 25 افتتح مبنى الجامعة الجغرافية اللي احنا بنتكلم عنه الآن. عمل مؤتمر الجغرافي الدولي لم يحدث من أيام لحد النهاردة. عمل بعد كده اللي هو أطلس أوف إيجيبت. أطلس أوف إيجيبت ده عبارة عن خرائط موجودة عن مصر كلها، يعتبر الأطلس المهم عن الدولة منذ الحملة الفرنسية سنة 25 وباللغة الإنجليزية وتحت التاج والكلام ده. طب ومقدم الاتحاد الجغرافي الدولي في كامبريدج. وماذا أيضا؟ يوجد عندنا خرائط إسماعيل باشا، كل الخرائط الموجودة عندنا، احنا عندنا خرائط كتيرة جدا موجودة، وعندنا مجلدات ووثائق كتيرة جدا موجودة في الجامعة الجغرافية المصرية. غير المتاحف طبعا ده حاجة تانية. فالخرائط موجودة عندنا، خرائط موجودة جدا، عندنا مكتبة رائعة جدا فيها حوالي 30 ألف كتاب عربي وإنجليزي، كتب كلاسيكية. مجالس الجامعة الجغرافية حتى الآن يتم تداولها بدول العالم من 1876. طب كيف يتم الاحتفاظ بتلك الكنوز؟ احنا بقى العلم عندنا في الجغرافية بيستفيدوا بيه، أما الدولة فإحنا بيت خبرة أحيانا بيلجأوا لنا، لجأوا لنا في طابة، وراح أمين عام الجامعة الجغرافية المصرية واستطاع إن هو يثبت المحكمة إن دي أرض مصرية، لجأوا لنا في تيران وصنافير، وكان لي الشرف إن أكون عضو في هذه اللجنة ونبحث هل مصر الحق فيها ولا لأ، في طحلاب وشلاتين، كل ده إحنا بيت خبرة ويستعينوا بنا وقت اللزوم. طيب الخرائط والمستندات الموجودة في الجامعة، هذه الخرائط وتلك المستندات اللي هي يعني لا مثيل لها، كيف يتم الاحتفاظ بها؟ هل كما نشاهد في متاحف العالم يعني في طرق للحفاظ على مثلا جودة الورق أو الكتابة أو احنا في الحقيقة مواردنا المالية تكاد تكون محدودة، ودي مشكلة المشاكل. واحنا كان عندنا أرض الوقف سنة 2002، كان احنا راتب باشا سردار الجيش المصري، ده أهدى وقف الجامعة الجغرافية المصرية حوالي 600 فدان، 600 وشوية، رئيس الوقت على 507، منهم 100 فدان وخمسة عشان المقبرة بتاعته، عشان الغفير والحاجات دي كلها بتاع المقبرة. ال 500 فدان التانية وقف لنا. معلش يعني حضرتك طبعا يعني بتقول هذه الحكاية ببساطة، لكن أنا عشان المشاهدين يعني حضرتك بس نشرحها شوية، إن في راتب باشا ده اللي كان سردار الجيش المصري أوقف يعني جعله تبع الأوقاف، الوقف خيري لصالح الجمعية الجغرافية، على الجمعية الجغرافية، ريع الجمعية الجغرافية بيتم كالآتي: والناظر الوقف وزير الأوقاف وحكم منصبه، ويتم تحصيل الريع بتاعه، بياخدوا نسبة 25% وما يتبقى يذهب للجمعية الجغرافية المصرية. هذا الريع استمر من 1931 ل 2002. هنا إذن بقى 2002 جت عصابة بالاستعانة بعض موظفي الأوقاف والثورة على الأرض، وادعوا إن هم أحفاد راتب باشا. وظلت هذه القضية مستمرة في غيبة من الجمعية الجغرافية لحد ما اكتشفنا الكلام ده ودخلنا في التقاضي لحد 2015. صدر حكم نهائي بات، دول مزورين وراتب باشا كان عقيم، وده وقف خيري لا يورث حتى لو أحفاده، وحكم عليهم بالسجن سنتين وقضى العقوبة. طيب يعني هذه القضية تقدمت إلى المحكمة سنة 2002، فضلت مستمرة لحد 2015، يعني استمرت حوالي 13 سنة في كفر الزيات وفي السيدة زينب
وفي في هذه في هذه الفتره انقطعت الموارد انقطعت موارد يعني الحقيقه دي اللي انا عايزه اقف عندها الفتره يعني حضرتك بتقول ان في يعني راتب باشا ده يعني اوكل هذا الوقف للاوقاف طبعا وان ريع ما يقرب من مثلا 600 فدان ومفترض انها لغايه حتى الان يعني ان هذا الريع يقدم الى الجمعيه الجغرافيه للصرف عليه لما تقدموا للمحكمه سنه 2002 توقف يعني معناها انه الاوقاف شالوا ونظر الوقف نظر اللي هو وزير المعارف طب وصدر الحكم سنه صدر الحكم 2015 يعني معناها ان في 13 سنه في تقارير